السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي في الله، كيف أحوالكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نتمنى أن هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وأموركم زينة يا ربي يا كريم. اللي كنتمنى الزوج الصالح الله يرزقه ليه، اللي كنتمنى الدرية الصالحة الله يرزقها ليها، الله يعطيكم مروته في خاطركم، اللي وقف على الطلاق ولا عندها ديون الله يوقف معاه، الله يعطيكم شيخ مزام عجنو عشيدين، الله يطمركم ويعمركم بعمارة مكة والمدينة، الله يحفظكم كيف ما حفظ اللسان بيسه، الله يستركم يا ربي مجيب الدعوات، والله يبعد عليكم الناس ولاد الحرام. فقبل ما نبداو في الوصفة نصلي جميع على حبيبنا ورسولنا الكريم، فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالبنات في هذه الشهور المباركة كتكون أقوى الوصفات ديال الجلب وديال المحبة وديال التهيج، لذلك كنحاول أني نحط لكم وصفات يعني وكنحاول كذلك أنني ما نعطلش عليكم باش أنكم ديروا الوصفات في هذا الشهر هذا المبارك وتستفدوا كاملين. فاليوم إن شاء الله الفائدة أو الوصفة ديال اليوم غادي تشعلي فيه النار، غادي طيري النوم من عينه، غادي يرجع لك طائع هائج، حتى غير المتزوجات يعني المطلقات والعازبات يقدر انهم يديروا هذه الوصفه هذه باش يجي يطلبك للخطبه او الزواج ان شاء الله. علاش لا؟ فقط عليكم بالنيه الخالصه من القلب، لان النيه ابلغ من العمل. الواحد لاننا حنايش كنديروا، حنا كنديروا السبب والكما عند الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي كيكمل من عنده، وانت يا خاصك ضروري من النيه، لان الا كانت النيه ديالك غابره او النيه ديالك ما صافياش او النيه ديالك مخلطه يعني ما كتامنيش بهذا الشيء ولا ما كتامنيش بلي ان الله سبحانه وتعالى يقدر انه في اي لحظه انه يرزقك من حيث لا تحتسب به، فكتكوني فتكوني انت الغلطه، الانسان يتسبب والكما عند الله سبحانه وتعالى. اذا ندخل معكم في الوصفه ديالك البنات، غادي تجيبي ورقه وغادي تجيبي قلم يكون اسود، وكذلك عندك ورق الغار، يا يعني اما ورق الغار كيتسمى ورق الغار او ورق سيدنا موسى، ها هو اللي ما كيعرفوش. المهم بالنسبه لورق الغار فكنحتاجو 7 الورقات ديال الغار، 1 2 3 4 5 6 7، غادي نحطوهم هنا على الجانب، وكنحتاجو 7 الوريقات، 7 الوريقات البنات غادي نوريكم يعني ضروري من المقص، غادي نوريكم كيفاش الوريقات، غير وريقات صغار ماشي. بسم الله توكلنا على الله، مزيان ها هما عندنا 7 الوريقات البنات. دابا غادي نقول لكم شنو غادي ديروا بهاد الوريقات هادو، هاد الوريقات كاملين البنات طبيعة الحال كل واحدة يعني كتشاهدني دابا عندها حبيبها، عندها رجلها، عندها خطيبها اللي تخلى عليها ولا ما كيسمعش ليها، اللي ديما غادي تصرع بيناتهم، اللي غراتو شي بنت اخرى، اللي لقات عليه الخيانة، اللي سحرات له شي مرا، اللي يعني بزاف ديال الحوايج اللي انني راه كنقرا لكم الكومونتيرات ديالكم، وكذلك يعني راه كنتعامل مع البنات. فاذا كان عندك واحد المشكل من هاد المشكلات مع البركابي هذا اللي طغى بهذا المعنى هذا، غادي ديري لي هذه الوصفه هذه وردي عليا الخبر الله يجازيك بالخير. اولا كتهزي حرف الاول من الاسم ديالك، مثلا انت سميتك على يعني سميتك مثلا اميمه، كتكتب الحرف الاول هو الالف اميمه، والحرف الاخير ديال سميتك اللي هو التاء، يعني كتكتبي الاسم ديالك الحرف الاول من اسمك والحرف الاخير من الاسم ديالك. سميتك خديجه تكتبي الحرف الخاء والتاء في الاخير، سميتك رقيه حرف الراء في الاول والتاء في الاخير. المهم وكتكتبي الاسم الاول ديال البركابي والاسم الاخير ديال الحرف الاول ديال البركابي او الحبيب او الزوج او الخطيب والحرف الاخير ديال الاسم ديالو كذلك. مثلا سميتو محمد كتكتبي حرف الميم وحرف الدال،
لهذا عندنا الحرف الاول من اسمك، الحرف الاخر من اسمك، الحرف الاول من اسم الحبيب، الحرف الاخير من اسم الحبيب في هذه الورقه بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا. ننتقل للورقه الثانيه نفس الشيء، الحرف الاول من الاسم ديالك، الحرف الاخير من الاسم ديالك، الحرف الاول من الاسم ديالو، الحرف الاخير من الاسم ديالو. هذه الحروف طبيعة الحال فقط كمثال، يعني تكرر هذه الحروف في الاوراق السبعه، تكرر هذه الحروف في الاوراق السبعه، الا وهي الحرف الاول من اسمك، والحرف الاخير من اسمك، الحرف الاول من اسم حبيبك، والحرف الاخير من اسم حبيبك. والإعادة حبيباتي فلا بد من النية، النية أبلغ من العمل، لهذا خصك أن النية ديالك تكون صافية إلا بغيتي ديري هذه الوصفة هذه. فكذلك كنصح البنات أنهم يديروها في هذا الشهر هذا قبل انتهاء هذا الشهر هذا، لأن هذا الشهر هذا معروف بال أن الوصفات ديالك تكون ناجحة، وأن الوصفات ديالك تصدق بزاف قبل رمضان، قبل رمضان، لأن رمضان راه ماشي أي وصفة كدير فيه، الله يجازيكم بالخير، رمضان ماشي اي وصفه كدير فيه، واغلب الوصفات اللي كدير في رمضان كدير لي 27، ما غير 27 ما كدير حتى شي وصفه، اللي كيديروا وصفات كيديروا غير وصفات اللي كتكون بالقران الكريم، اما غير الوصفات اللي كتكون قويه فكدير في شعبان او بعد رمضان. المهم هذا الشيء فقط للاشاره باش ما يضحك عليكم حتى شي واحد. ننتقل للورق الغار، ورق الغار كذلك كنهزوا سبعه حبات من ورق الغار، سبعة ورقات من أوراق الغار. لهذا الورقات اللي كتبنا فيها الحرف الأول من الاسم ديالك وديال الحبيب ديالك غنخليهم على جنب، ننتقل لورق الغار. ورق الغار حبيباتي كتكتبوا فيهم هاد الحروف الروحانية، هاد الحروف الروحانية هي يعني الوظيفة ديالها، الوظيفة ديال الحبيبة ديالي هي الجلب وتهييج الحبيب في هاد الشهور هذه، لأن بطبيعة الحال غادي نقول لكم شنو غادي ديروا بها. ف المهم كيف ما قلت لكم كتسمى ورق الغار او سيدنا او ورق سيدنا موسى، كنكتبوا عليهم كذلك هذه الحروف الروحانيه اللي قلت لكم اللي هي مرتبطه اساسا بالجلب والتهييج في العالم ديال الروحانيات. المهم الورقه مثلا الاولى كتكتبوا فيها حرف الشين مع الهمزه او الشده، عفوا الشده، هذا الشيء بطبيعه الحال غنكتبوا لكم في ورقه باش تقدروا انكم حتى نتوما تعرفوا تكتبوا هاد الحروف هادو، هاد الحروف هادو اللي غنكتب لكم في هاد الورقه البيضاء البنات الله يجازيكم بالخير، ردوا معايا البال، هاد الحروف هادو غتكتبوهم في هاد الاوراق السبعه. المهم شين، شين مع الشده، ها هي الشده، شتو الحرف الثاني هو الجيم، الحرف هميم، هميم الهاء والميم والميم، هذه الناس قسم، قسم. اذا الشين بشدة، الجيم همم، همم، قسم، قسم، وهنا كديري العين صغيرة، قسم، وعند الميم كديري عين صغيرة بهذا الشكل هذا، كديري حا طا، الحاء والصاد والطاء، العين كتعاودي الهاء، الشين، جيم، شين، شدة، الجيم، الهاء، الميم والميم، همم، قسم، حاء، صاء، طاء، العين، الهاء، شين، وكديري من الفوق كطلعها وكديري جيم من فوقها، يعني كتكون ملاصقة معاها من الفوق جيم، غير جيم صغيرة بهذا الشكل هذا.
شو غادي تقولوا لي كيفاش كل حرف من هاد الحروف هادو كتكتبوها في ورقه. مثلا الشين بورقه ها هي اللي كتبتها هنايا. الورقه الثانيه غادي نكتبوا فيها جيم. الورقه الثالثه غنكتبوا فيها هميم. الورقه الرابعه كنكتبوا فيها قسم هانتوما. الورقه الرابعه او الخامسه ح ص ط. الورقه السادسه العين. الورقه السابعه الهاء عفوا والشين جيم. الهاء والشين جيم. الهاء والشين جيم من الفوق صغيره بهذا الشكل هذا مزيان. حتى لدابا راه كلشي الامور غاديه مزيانه. غنهزوا الورقه الاولى كنديروا معها حرف الاول. الورقه الثانيه نفس الشيء يعني كنقسموا هالشيء. الناس اللي غايقولوا لي واش كل مثلا كنديرهم بالترتيب على حسب الترتيب اللي كتبتي انت؟ لا ماشي بالضروره ترتيب الحبيبات ديالي انتوما. انتوما كل دابا ورقه اللي كتبنا فيها الحروف الحرف الاول من سميتها كل حرف الاخر من سميتها كل حرف الاول من سميت حبيبه كل حرف الاخر من سميت حبيبه كندير فوقها ورقه من ورق الغالي مكتوب فيها هذه الحروف الروحانيه المكلفه بجلب وتهييش الحبيب في هاد الشهور هادو. لان هاد الحروف هادو راه هي مرتبطه بهاد الشهور هادو المباركه يعني باش بلا ما كنخربقوا. اول حاجه كنهزوا المجمار ولا البوتاغاز كنبقى نشعلوه مزيان. ثم بعد ذلك كنهزوا ورقه يعني بالنيه داكشي اللي بغيتي انت انه يتحقق لك. بغيتي هاد الراجل هذا يرسى انه ما بقاش يعاملك خايب انه يتهدن معك وانك تكملي معاه في الخير والتاول وانك مديتي ليه يد الخير. ف كتبقى داكشي اللي في نيتك يعني داكشي كتفكري فيه انت في النيه ديالك وكتحرقي وكتحطيها فوق البوطه ولا فوق ولا في المجمار باش تحرق وكتحرقيها حتى كتولي كلها رماد يعني ما بقاش كتبان لك هاد الورق هاد الورق ما بقاش كيبانوا لك كتنتهي منها كتمشي الورقة الثانية كذلك يعني هادشي بالتوالي. الله يجازيكم بالخير بالتوالي. كيف ما قلت لكم البنات حرقتي الاولى ها هي مشات حتى كتولي رماد كنتقلوا الثانية كنحرقوها حتى كتولي رماد الثالثة يعني هادو كنحرقوهم بالتوالي يعني كتحرق الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة حتى كنكملوهم كامل وكنحرقوهم. ما غاديش نهزهم في دقة واحدة ونلوحوهم في المجمار الا لانك الا درتي هاد الطريقة هادي فكلشي كيرجع بالعكس وكل شيء حتى حاجه ما غاديش تحقق لك بالعكس. فالله يجازيكم بالخير تبعوا الشيء اللي كنقول لكم. حاجه وحده اخرى الناس اللي غتقول لي اين يوم انا كنفضل هذه ما فيهاش النهار ما غاديش نقول لك لا الاثنين لا الثلاث لا الاربع لا الجمعه لا السبت لا الحد. غنقول لك ديريها في اي نهار بغيتي ولكن حاولي انك ديريها في هذا الشهر المبارك. يعني انا مشيتي فتفتي هذا الشهر المبارك فغادي تخليها حتى ل 27 بامكانك انك ديريها ولا حتى العيد لان شهر رمضان ما كتخدمش فيه هذه الوصفه نهائيا من غير 27. فانا كنفضل انكم ديروها دابا قبل فوات الاول اولا حتى يدوز رمضان وديروها ان شاء الله باذن الله تعالى طهاره او ما تكونيش على طهاره داكشي ما كيشكلش عائق سواء كنتي طاهره او غير طاهره بامكانك انك ديرها. فقط البنات النيه تكون خالصه. ونتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وما تنساوناش في الدعاء ديالكم وما تنساوناش في تعليقكم الزوينه اللي كتحفزني نحط لكم المزيد المزيد ان شاء الله تعالى. وتهلاو ليا فراسكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.